كله يقول ادفع هذه عني يا علي، يقول ادفع هذه عني يا علي، حتى صاح جبرائيل بين السماء والأرض لا سيف إلا الفقار ولا فتاة إلا علي. يقول لقد تعجبت الملائكة من صبر ابن عمك أمير المؤمنين، وبهالأثناء جرت الفاجعة على قلب رسول. تجي هند لوحشي تقول لوحشي اقتل لي ثلاث أو أقلها واحد من الثلاثة من؟ قالت النبي صلى الله عليه وآله سمي باسمه وأمير المؤمنين علي وحمزة، قال أما محمد أصحابه أصحاب حافين به ما أقدر عليه، وأما علي يرى من أمامه أو يرى من خلفه كما يرى من أمامه، لعلي أستطيع على الحمزة وموقف أستطيع على الحمزة. شلون؟ قال الحمزة إذا دخل في المعركة لا يلتفت أجيل غادر. وفعلا هاجركم الله على بابك الليلة جايين ليلة أربعة وليلة توسل وانت بابنا الليلة، لا تخيبنا الليلة يا عم رسول الله يا عم الزهرة وعم الأئمة وعم أمير المؤمنين. فما بينما حمزة يقاتل وإذا بوحش جاء من ورائه برمح طعنا، تقول بعض الروايات خرج الرمح من مثانته وبعض الروايات خرج من قدمه، ألا من مناد وحمزة ألا من صارخ وسيدا، فجاء وحشي فشق بطن الحمزة وأخرج الكبد وجاء إلى هند 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 هذه كبد الحمزة. والله صعب والله صعب والله صعب، كل شي أسوي أمرهم أمرهم. أخذت الكبد وضعتها في فمها. أكمل لك المصرع يولا. فجاءت هند إلى الحمزة يقول أهل الرواية فقطعت أصابع يديه ورجله يا علي وشكتهما قلادة بعد وجدعت أنفا. معنى جدعت؟ أهل اللغة يقولون أخذت جزءا من، وبعضهم يقول لا أي قطعته من أصله. هنا هنا بعد ما وصلنا حمزة هكذا ممثل به، فقال رسول الله أيكم يأتيني بخبر عمي ما أشوفه الحمزة. قال الحارث بن الصن أنا يعني أنا شفته يطعن لكن ما شاف اللي جرى. راح الحارث شاف الحمزة بهالحال ما قدر يرجع للنبي، فقال النبي يا علي ائتني بخبر عمك. جاء أمير المؤمنين شاف عمه سقط على الأرض، تسوي ما قدر يرجع، كل ما طرش واحد ما رجعوا. فجاء بنفسه بأبي وأمي. الله 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 يفجعك بعزيز يا حبيبي. نظر إلى عمه ممثل به بدا ينادي وعمه يقولون النبي سوى سوى سوى. أقول لك سوى وأدريبك بتروح إلى ذاك المكان وأنا بروح وياك. سوى النبي تدرون سوى؟ النبي كانت عليه بردة يعني رداء، أخذ هذه البردة غطى الحمزة ببردته
قالوا له ليش؟ قال حتى اختص فيا ما تجي وتشوفه بهالحال. أسألك اللي بجيت وين رحت؟ وين أقول له ليش ما غطيت الحسين جيت يا رسول الله؟ ليش ما جيت غطيت عن زينب؟ ليش ما جيت غطيت بوردة تغطي حمزة حتى ما تشوفه صفية وتنفجر؟ إيش حال اللي شافت 1900؟ إيش حال اللي شافت الخيل رايحة وجاية؟ أنا زينب، أنا زينب، وإذا عندك دمع بالعين تعال وياي خلني بجي سوى على حسين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، عجل فرج ولي أمرها، في كل مريض اقضي كل حاجة،